السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يستحسن أنه في ملاحظة تلاميذ المستويات الدنيا الثالث والثاني والأول لا نكتب ملاحظة تلاميذ على هذا الشكل، مثلا 6/10، يعني العدد الكسري يستحسن أن لا نكتبه على هذا الشكل، لأن التلميذ مازال ما عرفش وما تعرفش على الأعداد الكسرية، لذلك يستحب أن نكتب مثلا ملاحظة هكذا 6 فقط، والملاحظة لا بأس به، لا بأس به فقط، أو مثلا 5/7 مستحسن، وأن لا نكتب العدد الكسري، لأن التلميذ في هذا المستوى مازال ما تعرفش على العدد الكسري. هناك بعض الأساتذة يعني كيكتبوا مثلا ملاحظة التلاميذ في المستوى الأول أو الأدنى، مثلا في التعليم الأولي كيدير على شكل ايموسيون، على شكل وجه، مثلا طفل سعيد او غاضب، يعني هنا مثلا التلميذ عنده العمل خطا او عمل ضعيف، او على شكل واحد الوجه اللي هو ضاحك، يعني التلميذ عنده مثلا صحيح او عمل جيد، يعني من خلال الوجه، التعبير تاع الوجه التلميذ كيتعرف على العمل ديالو، واش هو عمل زعما عمل زوين ولا هو عمل اللي عمل هو ضعيف عمل خاطئ. اللي نركزوا عليه اساسا هو ان العدد الكسري في المستوى الثالث الثاني الاول لا نكتبه في مجال تصحيح الضفاتر التلميذ، لان التلميذ مازال ما تعرفش على الاعداد الكسريه. نكتبوا النقطه على هذا الشكل مثلا، وشكرا. سرنا بعون الله منها تقوى سرنا بعون